وكرة تعود إلى كورت زوما. الديك الأسمراني الفرنسي ابن أنجبته سانت إتيان بامتياز. يا سلام، جول جول إيدي نازار، الجوهرة البلجيكية مر على طريقة ليونيل ميسي، راوغهم وعبر بين أقدامهم ليضع الكرة في مرماهم. تشيلسي هدف، برشلونة لا شيء في بداية مطلع هذا الشوط الأول. شوف كيف مر ببراعة، وكأن لاعبي برشلونة يعانون من إرهاق شديد ومن إرهاق طويل. مر من الكرواتي فراكيتيتش، وبعد ذلك من الإسباني، ثم الثنائي دوغلاس بيريرا ومارك بارترا، والكرة في مرمى الألماني مارك تيرشتيغن عبر العديد من الجنسيات والدول ليسجل للبلوز تشيلسي. الجوهرة البلجيكية إيدي نازار أول أهداف هذه القمة. جد ماكينة أخرى سوى برشلونة الإسباني، هكذا يقول أنصار البلاوغرانا، إني خيرت كيف أختار يا برشلونة. كرة إلى ركنية بعدما تدخل إيدي نازار في المباراة التي انهزم فيها تشيلسي في آخر مواجهة جمعت تشيلسي بفريق إسباني، وكان أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال قبل الموسم الماضي. كرة من الركنية، نتابع محاولة من بوسكيتس، الكرة لم تمر. ماتيو جيريمي مفروض كان متقدم إلى الركنية، ولكن جيريمي بلمسة وبتمريرة حاسمة، وكرة للتعديل. جول جول بعد جول، برشلونة يعدل النتيجة. البلغرانا يفعلونها عن طريق الوزيتو، العضاد الوزيتو، الهداف الوزيتو، في غياب النجمين، في غياب ليونيل ميسي ونيمار، ولكن الوزيتو حاول الخطا فادح من جاري كيل. الكرة تصل، ولكن شوف البراعة، اية برودة اعصاب يا الوزيتو، اية براعة واية مهارة واي سحر، سحر اخر في المباراة، في حفلة طرب، في حفلة موسيقى بين الفريقين برشلونة الإسباني وكذلك تشيلسي الإنجليزي. شوف هدف التعادل، خطأ فادح في من أسبي الإسباني، والكرة وصلت إلى الأوروبيان، نعم مرت وعبرت الخط. لو كان فيه كاميرا السقر هذه وعين السقر كان سيكون الأمر مؤكد بنسبة 100. احتفل بعيد ميلادي 28، وهو المولود في 28 من شهر ممتاز. هذه اللمسات ممتازة، هذه التمريرات، بيكي مرة أخرى إلى بيدرو يتوغل، رافينيا إلى وسط الميدان، كرة مستمرة لرفاق ساندرو، وكرة جول 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 جول. يا سلام على الماكينة حينما تبدع، يا سلام على الشبان حينما يتألقون، يا سلام على البلوغرانا حينما تسجل، حينما تسجل الماكينة. لا توجد ماكينة أخرى من غيرك يا برشلونة، إني خيرت كيف أختاري. هذه لمسة من رافينيا وكورة في المرمى بطريقة جميلة، بطريقة رائعة، بلمسة ولا أبدع. يا لها من كرة، ويا لها من ويا له من هدف في منتهى الروعة. هدف ثاني لبرشلونة الرائع النيجيري السريع، هذا هو موزيس بديل في مكان سيسك فابريغاس في هذا الشوط الثاني. جماهير استمتعت وتستمتع، فلربما تنتظر تعديل النتيجة حتى تطول مدة اللقاء ولو للحظات. ركلات الترجيحية، خطأ من رافينيا على الراميريز، خمس تتويجات من حجم الدوري الإنجليزي لتشيلسي، سبع مرات كأس إنجلترا، خمس مرات كأس الرابطة، أربع مرات الدرع الخيرية، في انتظار الخامسة أمام أرسنال.
المدفعجية في الثاني من شهر أغسطس المقبل، تتويج واحد بدوري الأبطال وتتويج باليوروبا ليج، إضافة إلى تتويجين بكأس أوروبا للأندية الفائزة بالكؤوس. كرة عرضية خطيرة وهاليلوفيتش ومصيب، هدف التعديل، البلوز تشيلسي ينجحون في تعديل النتيجة، تعديل النتيجة من جاري كيل، ارتقاء، خروج خاطئ تماما من الحارس جوسيب ماسيب. إصابة بالغة في أنف جاري كيل، وكأنه يأبى الإسعاف من ممرضة الفريق، من الأخصائية النفسانية وكذلك الطاقم الطبي عموما لفريق برشلونة، لفريق تشيلسي عفوا. هاليلوفيتش، شوف ماسيب مفروض يخرج إلى الكرة، خرج إليها قبل جاري كيل، ولكن جاري كيل سبقه إليها ولم يستطع أن يلمس سوى أنف جاري كيل الذي أصيب. هذه الإصابات التي لا يودها لا مورينيو ولا تشيلسي ولا أنصاره، هدفان لهدفين في مباراة حافلة بالإثارة والفرص الجميلة موقعة، وكأن القائمين على كأس الأبطال تحصروا على عدم حدوثها في منافسة دوري الأبطال، كانت فلربما ستكون لو تأهل البلوز على بي اس جي، لكن بي اس جي تألق وبعد ذلك واجه العملاق الكتالوني. ها هي تحدث وها هي نتيجة، هدفان هدفين، برشلونة مرة أخرى لا ينجح في الفوز على هذا الفريق، وهو يقوم بدوره كما يجب، ولكنه قام ببعض الأخطاء لأن ليس هنالك رفقاء الذين يواصلون عمله. إذا انظر عندما يأخذون الكرة سواريز وراكيتيتش الأساسيين حسب الفرق في العالم. نعم. قيس، من يمكن من اللاعبين أن نرى في البرسا خلال هذا الشوط الثاني؟ لويس إنريكي قد يقوم ببعض التغييرات، قد نشاهد إنيستا ربما أو بيدرو، أو نعم ربما يكون إنيستا موجود، ربما بيدرو أدريانو ألبا فرصة، أدريانو ألبا، فيرمالن كذلك في محور الدفاع، بيكي كذلك ربما يلعب لبعض الوقت لأنه الاستحقاقات الهامة والرسمية اقتربت، ولذلك سيحاول أن يعطي وقت لعب للاعبين اللي مفروض أنهم يكونوا أساسيين. لكن صراحة واضح قبل بداية المباراة أي إنسان يحب برشلونة ومتابع لبرشلونة سيقول لك أنه الدفاع سيكون متكون من اللاعب البرازيلي الغايب اللي لعب في الكوبا أمريكا، المدافع الأيمن داني ألفيس، سيكون ألبا على اليسار، سيكون كل من بيكي وماسكيرانو في محور الدفاع، ثلاثي تحدث عليه فرانشيسكو مهم جدا، راكيتيتش، بوسكيتس، وإنيستا، وثلاثي الهجوم الأمسان. هذا من يقدر على تغيير هذا الثلاثي؟ هذا تقريبا هو الثلاثي الذي سيبدأ السنة الرسمية بالنسبة لبرشلونة، والبقية سيكون معناه أمامهم إلا العمل لمحاولة اقتناص فرص من خلال ربما الغيابات في حالة الإصابة أو الإيقاف بالنسبة للاعبين الأساسيين. نعم. في الجهة المقابلة فرانشيسكو أيضا بإمكان مورينو القيام بتغييرات عديدة، يمكن أن نشاهد فالكاو، ريمي، أوبي ميكال، ويليان. هذا خطأ لا يغتفر يا تيبويا كورتوا، بيدرو بسرعة البرق يحتفل أجمل احتفال بحضوره اللافت للانتباه في هذا الشوط الثاني، أداء رائع من بيدرو، شوف كيف استعاد هذه الكرة من تيبو كورتوا، ولسوء حظه المسافة كانت قصيرة لأن يلحق بالكرة قبل أن تخرج، وإلا كان الهدف الثالث لبرشلونة من بيدرو، أن كورتوا آخر لاعب من تشيلسي ضيع الكرة بخطأ مثل ما ذكرت لا يغتفر. كرة لمصلحة ويليان وفرصة للتعديل، راميريز يضيع، راميريز أمام المرمى يضيع، فلربما من نفس المكان سجل راميريز في مرمى برشلونة في الكامب نو هدف تقليص الفارق، لكن هذه المرة يضيع. راميريز يسدد والكرة إلى خارج أرضية الميدان، وكرة والتسديدة، تسديدة ضاعت من إنيستا ومرت إلى خارج أرضية الميدان، والحكم احتسب خطأ من رافينيا على دفاعات البلوز.
خطأ من رافينيا على راميريز، ربما كان هناك دفع. نعم رافينيا كان مفروض لا يستعمل يديه أمام راميريز. تسديدة الرسام مرت بمحاذاة مرمى تيبو كورتوا. إذن الوقت البديل انتهى، والحكم الأمريكي شابمان سينهي أطوار هذه المواجهة الودية في دقائقها 90 الممتعة.